احنا معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهتطلعنا على اخر المستجدات. صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح النصر والسعادة عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ فقرة أخبار النادي، طبعا حابة أبارك لملكات كرة السلة، سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بعد تتويجهم ببطولة الدوري المرتبط. يعني كلنا شاهدنا المباراة امبارح، عملوا مباراة كبيرة جدا، سواء نادين السلعاوي، ثريا، محمد، رنيم الجداوي، وكل اللاعبات الحقيقة قدروا يحسموا المباراة بفارق 32 بوينت، ودي طبعا سكور كبير جدا. يعني ببارك لهم وببارك لكل الأهلوية. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق عنده كان مران صباحي، بدأ الساعة 10 صباحا ويمكن مستمر حتى الآن. خلوني أكتر أكلمكم عن المران. كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران، وكمان الخطوة المقبلة واللي بالتحديد هتبدأ طبعا في بطولة كاس مصر. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خليني أقول لكم إنه على هامش المران واصل اللاعب محمد عبد المنعم وعمار حمدي برنامجهم التأهيلي، طبعا نتمنى لهم بقى الشفاء العاجل وإن شاء الله يرجعوا يشاركوا في التدريبات الجماعية في أقرب وقت. خلونا كمان نكمل كلامنا عن كرة القدم وناشئين كرة القدم 2005. قدروا يحققوا فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ده كان ضمن الجولة 19 من بطولة الجمهورية. الحقيقة ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من ان المباراة كانت خارج ملعبهم، لكن قدروا يسيطروا على المباراة، وزي ما قلت فازوا بهدفين دون رد. احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب معتز محمد واللاعب يوسف ايمن، وبكده يكون رفع بقى الفريق نقاطه ل 21 نقطة، متصدرين جدول الترتيب. والحقيقة ان هم عندهم مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم، وقمة ناشئين بطولة الجمهورية هتكون طبعا امام فريق الزمالك، بيستعدوا لها بشكل قوي جدا. عندنا ثقة كبيرة جدا إن شاء الله هيقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. رجال كرة السلة النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، هيواجهوا طبعا فريق الزمالك. المباراة هتكون على صالة برج العرب الساعة 5:30 مساء، ومباراة المرتبط هتكون الساعة 1 ظهرا. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن كمان رجال كرة السلة وفريق المرتبط غدروا أمس للإسكندرية استعدادا لمباراة النهاردة، خاضوا مران أمس، هم خلاص بقى مستعدين بشكل كبير جدا لمباراة النهاردة. أكيد مباريات الزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في دريم تيم رجال كرة السلة ان هم ان شاء الله يقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. النهاردة طبعا مباراة الذهاب، مباراة الإياب بقى ان شاء الله هتكون يوم الجمعة 12 نوفمبر. بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يحجزوا مقعد في المباراة النهائية للبطولة. كمان بقى خلونا دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة. ورجال كرة الطايرة امس بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري، عملوا مباراة كبيرة جدا. يعني طبعا هي كانت مذاعة على قناة النادي الأهلي، شفنا تألق كبير جدا من رجال الماسترز. قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-15، الشوط الثاني بنتيجة 25-14، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-22، عشان بقى يحسموا المباراة لصالحهم. مباراتهم القادمة هتكون يوم السبت القادم أمام فريق فاتروجيت. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة، اللي النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني للاعبات بعد مباراة الاتحاد السكندري. بدأوا بقى يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق 6 أكتوبر. مباراة هتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الشهداء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم حتى الآن محققين العلامة الكاملة، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. اخيرا بقى خلونا نروح لشباب كرة الطايرة 15 سنة اللي ايضا بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0، ده ضمن منافسات بطولة الدوري. هما كمان عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني الحقيقة روح الفانيلا الحمراء بتكون دايما متواجدة في كل المباريات، سواء الفرق الاولى وكمان الناشئين. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. قبل بقى ما اختم كلامي طبعا بقول لأسطورة الكرة المصرية وطبعا رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، الحمد لله على السلامة بعد عودته من فرنسا، يعني رجع نور مصر طبعا مره ثانيه. يعني دي كانت اخبارنا النهارده طبعا معاكم، لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. ما فيش اي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم.